السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون ومع سلسلة السابقين. والنهاردة الحلقة رقم 17، والأيام عمالة بتجري وبنقول يا جماعة الحقوا نفسكم، فرصة العمر قدامكم علشان تفوزوا بعتق الرقاب من النار وبالفوز بالجنان والفردوس الأعلى، ويعني نكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين، ويغنمنا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يعني لو الإنسان غنم ليلة القدر لمدة مثلا 20 سنة، فتخيل 20 سنة، لو قلنا أن ليلة القدر بـ84 سنة وكسر، فمع أنها أفضل، ليلة القدر خير من ألف شهر. فلو لو قدرنا حتى ان هي كانت ب 85 سنه ب 84 سنه، فلو فزت بيها 10 سنين يبقى كام سنه؟ 840 سنه، كانك عشت 840 سنه في عباده. طب لو فزت بيها 40 سنه كانك عايش 1680 سنه في عباده الله جل وعلا، يعني عمر اكبر من عمر سيدنا نوح عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. الحق نفسك، فرصه عمرك الفرصة الأخيرة، اعتبرها كده، اعتبر ان ممكن يكون ده آخر رمضان في حياتك، ممكن تكون دي آخر ليلة في عمرك، ممكن تكون ليلة القدر هي الليلة اللي ممكن الإنسان يقبض فيها فيلقى الله عز وجل وقد فاز بليلة القدر. خلي الهمة عالية، وخلي القلب دايما موصول بالله سبحانه وتعالى، علشان ربنا يكرمنا ويكرمكم ويجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى. تعالوا نكمل علو همة الصبيان. الصبيان يعني دي مسؤولية كبيرة جدا. المولى عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان مطلوب منه جماعة أن هو يحافظ على زوجته وعلى أولاده وعلى رعيته، لأنه هيتسئل، لانه لو ما حافظش عليهم هو هيضيع نفسه. وما من راع استرعاه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عز وجل عليه رائحه الجنه. يا سبحان الله، ريحه الجنه حتى تحرم عليه، مش الجنه نفسها، ريحه الجنه حتى تحرم عليه. فدي مسؤوليه يا جماعه. ممكن الانسان يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه، والحديث في الصحيحين: ما منكم من احد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. تيجي يوم القيامة تلاقي أعمالك لما ربنا يحاسبك أعمالك 10 على 10، لكن تسأل بقى: عندك رعية؟ عندي يا رب، زوجة وبنتين وولدين مثلا. ها، زوجتك لبست حجاب؟ لا والله يا رب انا ما رضيتش اغصب عليها، انا قلت هي تقتنع الاول وتلبس ايه براحتها. وبناتك برضه نفس الحكايه، يعني ما فاهم ازاي يعني طيب واولادك كانوا بيصلوا؟ لا ما كانوش بيصلوا، بس انا قلت يعني ان شاء الله هيكبروا ويعرفوا الغلط من الصح. تضيع نفسك وممكن تخش النار بسبب الزوجه والاولاد والبنات. كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعي، مع ان انت كنت راجل طيب، وتلاقيه فعلا راجل طيب وبيصلي الصلاه الخمسه في المسجد وبيحج وبيعتمر وبيزكي وبيكرم اليتامى، لكن مضيع رعيته، بيته ضايع، فيجي يوم القيامه ممكن يخش النار بسبب زوجته واولاده. عشان كده بيقول تربيه الاولاد دي مساله مهمه. وبتيجي تربيه الولد من امتى؟ احد السلف جاء لواحد وابنه مولود بقاله شهر، قال له يعني انا عايز اربي الولد ده، اربيه ازاي؟ قال له فاتك القطار. قال له ازاي؟ قال له خلاص فاتك القطار. قال له ازاي؟ قال له تربيه الولد تكون قبل ان تاتي بالزوجه نفسها. ازاي؟ قال بحسن اختيار الزوجه. اختار الزوجة، الزوجة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الأرض الصالحة، التربة الطيبة. أنت النهاردة لو جيت لقيت واحد مثلا على سبيل المثال راح يشتري أرض بور، أرض ملاش لازمة خالص، لا تصلح لا للزراعة ولا للصناعة ولا لأي حاجة، وراح اشتريها مثلا بنص مليون جنيه. تقول أكيد الإنسان ده غير عاقل. طب ده في ناس كتير ممكن يروح يشتري واحدة بور، إنسانة يعني لا تستطيع أنها تربي ولد، ولو ربيته تربيه على الفساد عياذا بالله، ورغم ذلك يدفع فيها مليون واتنين مليون جنيه كمان. ليه؟ لانها جميله وبس، جميله وليست عندها دين، يبقى ايه لازمتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المراه لاربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. تختار لنا ايه يا رسول الله؟ قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
والحديث كما قال أهل العلم خرج مخرج الخبر، يعني مش معناها أن أنت لما تتجوز لازم توفر الأربع صفات، عايزها جميلة، عايزها عندها فلوس، عايزها ذات حسب ونسب، عايزها دينة. لا، مش الموضوع مش كده خالص، لأن كل الحاجات دي مش هتنفعك إلا إذا كان عندها دين. أنت عايز واحدة عندها مال ليه؟ وبزعل قوي لما الاقي على بعض القنوات الفضائيه الاس ام اس، واحد بعت والله وكتير جدا بالمنظر ده، واحد بعت عايز اريد ان اتزوج زوجه عندها شقه وعندها وظيفه. يعني ايه عندها شقه وعندها وظيفه؟ انا عايزها تصرف عليك، واخد بالك؟ وده بيفكرني كده بطرفه كان نشرها في احد الجرايد، واحد عايز يتجوز فنزل اعلان مزارع في الخامسه والعشرين من عمري يريد ان يتزوج من فتاه ريفيه تبلغ من العمر 20 سنه تمتلك جرارا زراعيا، فالرجاء عند الموافقة إرسال صورة الجرار. واخد بالك يعني هو إيه؟ هو مش عايز الزوجة، هو عايز الجرار. طب أنت بتعمل إيه بفلوسها يعني؟ واخد بالك؟ لا، أنت لازم تكون حريص على إن هي تكون زوجة دينة، سيبك من فلوسها. والراجل يعني بياخد القوامة بتاعته من حاجتين، واخد بالك؟ من بينها المال، إنفاقه على زوجته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى لازم الراجل هو اللي ينفق مش هو اللي ياخد، واخد بالك؟ طيب ولو جميله؟ الجمال ما بيدومش، ولو حتى دام مجرد ان انت تتعود ان انت تنظر اليها خلاص بتتعود، الجمال ده بيصبح بعد فتره ما هوش جمال بالنسبه لك. اذا فالجمال يزول ولا يبقى. طيب والحسب والنسب؟ ممكن الحسب والنسب ده يتحسب ضدك بقى، يعني واحده ابوها عمده ولا فمزه ولا كده ولا مركزه كبير وجوزتها، شيء طبيعي لازم يحصل خلاف بين الزوج والزوجه. كان بيحصل خلافات في بيت النبي عليه السلام. طيب مع اقل خلاف ومع الاعلام النهارده اللي صور للمراه ان انت راسك براسه، فزي ما هو بيتكلم تتكلمه، هو بيقول يعني في كده يعني، فلو غلط فيها بتغلط فيه الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. حصل خلاف راحت لاهلها، اهلها لو عندهم نسب بقى وحسب وناس بقى من عيله القوم، ولو كان الدين عندهم يعني رقيق شويه، واخد بالك؟ هيقول له اقعدي ونجوزك ست سيده، ولو جه هنعمل فيك وهنسوي فيك، ده ما عملوش يعني. فيبقى اذا ايه اللي هيفيدك من النهارده كله بقى؟ فضفر، الحق، فوز بذات الدين تربت يدك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد وابي داود بسند صحيح رحم الله رجلا. النبي بيدينك بالرحمه، وفوق ده كله بيقول لك كمان يعني هتبقى انت وزوجتك يوم يعني في الدنيا كده مكتوبين في السماء من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وسمى رجل، لان الرجوله الحقيقيه هي ان انت تحافظ على رعيتك، تحافظ على زوجتك، تعينهم على طاعه ربنا. في فرق بين الذكوره كنوع وبين الرجوله كصفه. وانه خلق الزوجين الذكر والانثى، ماشي. في ذكور كتير جدا، لكن الرجال من المؤمنين رجال لهم وصفات، صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. خدت بالك؟ وجاء رجل من اقصى المدينه، والآية الثانية وجاء من أقصى المدينة رجل، هي دي الرجولة، الرجولة الحقيقية. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. في الرواية الثانية فإن قام الزوج والزوجة وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا الله، شو بقى تخيل بقى بيت بالمنظر ده، زوج بيصح زوجته فمش عايزة تقوم، قومي يا حبيبتي، قومي يا ننوسة، قومي، بيدلعها زوجته بقى حلاله، يلازم مش بيش يفضل بقى هو بقى أيام الحب والغرامات اللي كان عاملها في الجامعة، واخد بالك؟ يفضل يقول للبنت اللي كان ماشي معاها اسطوانات مشروخة يقعد خمس سنين يقول لها الكلام ده، ويوم ما يتجوز ما يقولش لزوجته غير يا ام محمد ويا ام ابراهيم ويا ام مش عارف ايه، ومش عايز يقول لها كلمه بحب. ولو هي في يوم من الايام يعني قالت له بتحبني يا فلان مفيش مانع، يعني ما يعني حتى كلمه الحب يعني يبقى مستخسره. طب يعني اذا كنت انت عمال تقول الكلام ده في الحرام من باب اولى بقى سمعوا لها في الحلال، ربنا يبارك فيك، وكل ده في ميزان حسناتك. وزي ما قلت لك قبل كده اباح لك النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الزوجه في الامور العاطفيه عشان الحياه تستقيم، عشان حقيقي تستقيم. فسبحان الملك، فتيجي النهارده تلاقي الزوج والزوجه عايشين في البيت، فتخيل بقى المنظر الجميل ده، زوجه ونايمه وزوجها قايم صحية، قومي يا حبيبتي فما قامتش، قومي يا ننوسه، قومي يا كتكوته،
قوم يا لوزه يا فوزي يا اي حاجه يعني ايه يعني، اقعد يدلعها باللي يحضره من اسباب. ما قامتش بطراطيف صابعه بكل رقه ورحمه وحنان، يجيب كوبايه ميه ساقعه ويحط طراطيف صابعه كده وينضحها كده في وشها، فتقوم قايمه. يوم قايم قومي يا حبيبتي عشان نصلي ركعتين، ربنا يبارك لي فيكي ويجمعني بيكي في الفردوس وما يحرمنيش منك يا ست الكل، كلمتين حلوين. طب في المقابل بقى، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت وبعدين ايه وراحت تصحى زوجها بقى، فهو ما قامش. قوم يا روح قلبي مش عايز يقوم، قوم يا لولو يا كوكو يا حبيبي، اي حاجه بقى تقعد بقى تدلع فيه زي ما عايزه. فما قامش طبعا ايه، تقوم ناطحه بطراطيف في ايديها برضه في وشها عشان تصحيه. تكون اخت بس منفعله شويه وعندها شويه اخلاص، تقوم ماسكه الحله ده لقاها تتطلق تدعي عليا، لا بنقولنا ايه بطراطيف صوابعها ربنا ما فيه. فان قام وصلايا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طب بالله عليك، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هل ممكن طول الليل عاملين بيصلوا وقيام ليل وبكاء وخشوع وذكر جنه ونار ويصبحوا الصبح يتخانقوا مع بعض عشان البيت ما فيهوش سكر ولا رز؟ طبعا ده محال يعني. ولذلك البيوت بتبقى منوره، البيوت اللي مليانه قيام ليل وطاعه وعباده. الله اكبر. كان سيدنا ابو هريره كان هو وزوجته والخادم بتاعه، كان واحد اسمه ابو عثمان النهدي، كان استضافهم عنده اسبوع. قال فكانوا يقتسمون الليل ثلاثا، الزوجه او الخادم ولا الخادمه تقوم تصلي تلت الليل وبعدين تصحي زوجته فيصلي، فتصلي تلت الليل وبعدين زوجته تصحيه يصلي التلت الاخير، وبعدين الثلاثه يفضلوا صاحيين يصلوا الفجر. بيت منور. وكان هناك رجل اسمه الحسن، يعني سبحان الله، الحسن ابن ابراهيم وعلي ابن ابراهيم. الحسن كان يصلي هو واخوه علي دوت ومعهم امه. هذا الرجل كان بيصلي تلت الليل وامه تصلي التلت واخوه يصلي التلت، ماتت امه فقسموا الليل يعني فاهم ازاي؟ ما بين هو واخوه، فمات اخوه فهو يصلي الليل كله، قام بالليله كلها زي ما بيقولوا يعني. فسبحان الله، ادي البيوت اللي كانت منوره، بيوت ما شاء الله ما شاء الله، بيوت كانت عمرانه بطاعه الله سبحانه وتعالى واتباع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نرجع لموضوعنا، نشوف امثله جميله جدا جدا. المثال اللي جاي اللي عايزين نذكره سيدنا سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص كان صغير في السن لما اسلم، ولما تسمع كلمه سعد بن ابي وقاص خالي النبي صلى الله عليه وسلم تتخيل ان هو كان راجل كبير جدا في السن ولا بتاع، هو يعني كان يوم ما احنا بنذكر عنه القصص ده كله كان عنده 17 سنه، واخد بالك؟ ولكنه اسلم قبل ذلك كمان يعني. فالمهم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه لما اسلم تعرض لمأساه. ايه المأساه اللي تعرض لها سيدنا سعد بن ابي وقاص؟ تعرض لمأساه ان امه كانت على الكفر، وكانت مصممه تصميم جازم ان ابنها يرجع تاني يكفر بعد ما اسلم. طيب يمين شمال مش مقتنعه، فراحت قايله له كلمه ما فيهاش يعني ريحه الذكاء، بتقول له اتزعم يا بني ان دينك يامرك بحسن الخلق؟ قال اجل يا امه. قال اذا خلاص. اتزعم ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال اجل يا امه. قال اذا خلاص المشكله انتهت، فانا امك وانا امرك ان تكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم. شوف ما فيش ذكاء يعني. طب هو بيقول لك ان ديني بيامرني ببر الوالدين، طب ما انا هسيب ديني؟ مش هيبقى عندي بر والدين بقى، تمام كده؟ فقالت فانا امك وانا امرك ان تترك هذا الدين. فالمهم راحت مهدداه، قالت له لو ما تركتش دين محمد صلى الله عليه وسلم سامتنع عن الطعام والشراب فتعيرك العرب بانك قاتل امك. وهو كان سعد بن ابي وقاص حتى في الجاهليه يا جماعه كان مشهور جدا بحته بر الوالدين يعني، كان مشهور جدا، كان بيضرب بالمثل. المهم سعد بن ابي وقاص لما تعرض للمأساه ديت قال يا امه اني مع شده حبي لك لأشد حبا لله، فلو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو دعي براحتك بقى. فنفذت اللي قالته وامتنعت عن الأكل لمدة يومين لحد ما أغشي عليها وقعت على الأرض. فقام ابن لها اسمه عمر فأطعمها وسقاها، فقامت تدعو على سعد بن أبي وقاص، فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن ايه وصاحبهما في الدنيا معروف. بنقول النهارده كتير من الشباب والابناء والبنات لما بيجوا يلتزموا الى الاسره مش ملتزمه، فعلى طول في ساعتها ممكن مع شويه مضايقات ولو بسيطه جدا خلاص يسيبوا الالتزام،
اللي لابس خمار تقلع الخمار، واللي لابس نقاب تخلع النقاب، واللي كان ابتدى يلتزم يترك الالتزام. ليه؟ ارضاء للوالد والوالده، مع ان عندنا اصل من اصولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، مهما كان ايا كان هذا المخلوق. طاعه كل انسان على وجه الارض مقيده بقيدين، ليه؟ المعروف والاستطاعه. يعني لو جاء الاب او الام قالوا لك مثلا، اب مثلا جاي بيقول لك يا ابني ربنا يبارك فيك تروح تشتري لي علبه سجاير، في اللحظه دي تطيع ولا لا؟ لا ما تطيعوش. ليه؟ لانه بيامرني بمنكر، بيامرني بمعصيه، فانا لا. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طيب ما قالكش هات سجاير ولا حاجه، قال لك هات حاجه حلال ما فيش مشكله، قال لك يا ابني انا عايزك تشيل العربيه بتاعتي فوق دماغك وتوصلها للميكانيكي. برضه لا. ليه؟ لان ما فيهاش، دي مش في استطاعتي. انا ما انش هرقل يعني، واخد بالك؟ فما اقدرش اشيل العربيه. يبقى طاعه اي مخلوق مشروطه ايه؟ بحاجتين، مقيده بحاجتين. المعروف اللي يكون بيامرني بحاجه فيها طاعه لله، او على الاقل ما فيهاش معصيه لله، تكون من الامور المباحه. الحاجه الثانيه يكون في استطاعتي ان انا اعملها. لو ما كانش دي ولا دي مالوش طاعه عليا. الا النبي صلى الله عليه وسلم فطاعته مطلقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يامرك بمعصيه ولا يامرك بما هو فوق الطاقه بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان سعد بن ابي وقاص يا شباب ويا بنات ثبت ووقف واعتز بدينه وما فرطش في دينه ابدا عشان خاطر امه. النهارده بنقول لكم اثبتوا، اثبتوا ربنا يبارك فيكم. لكن معنى كده برضه بنديها وصيه برضه لحبايبنا من الشباب والبنات، ان مش معنى ان الاب والام رافضين ان انت تلبسي خمار، او رافضين ان يعني بعد ما حتى ما لبستي مش موافقين وزعلانين منك، مش معنى كده ان انت تاخدي جانب وتكرهيهم وتاخدي بقى موقف ولاء وبراء ومش عارف ايه وتتبرئي منهم وتعامليهم اسوء معامله. بالعكس، احنا عايزين نخلي بيوتنا لما نيجي ننقل لهم الالتزام ننقله بكل رحمه، ننقل لهم الاحاسيس الجميله. بلاش الشاب لما يلتزم والبنت لما تلتزم ان يروح البيت يقلبها نار، يقول دول عايشين بيعملوا حاجات فيها مخالفات شرعيه وفي كذا وفي كذا وفي منكرات، فانا هغير بالعافيه. طب ما كده الدنيا كلها هتتقلب، وفي نفس الوقت احنا هنفقد بقى رضا الام والاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: الوالد اوسط ابواب الجنه. الوالد اوسط ابواب الجنه، يعني ايه اوسط؟ يعني احسن ابواب الجنه، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع ان احنا بننقل الاحاسيس الجميله، بدل ما تخش تقول لوالدك ووالدتك ده حلال وده حرام وده منكر وده غلط وده وده، طب ما ننقل الاحاسيس الجميله. طب ما بدل ما اخش اقول لامي ايه التمثيليه اللي اتفرج عليه ده حرام، ايه الفيلم ده، ده حرام ده منكر، طب ما اجي اعمل بطريقه ثانيه. داخل على والدتك وانا بديك حاجات ممكن ما تقراش في كتب انما هي من تجارب الحياه. تخش على والدتك لقيتها تتفرج على فيلم مثلا، ازيك يا ست الكل عامله ايه يا حبيبتي ربنا يبارك لي في عمرك، تخش تبوس دماغها وتبوس ايديها، والله يا ست الكل كان نفسي وحشاني قوي نفسي اقعد اتكلم معاكي، بس طب ممكن اوطي صوت التلفزيون وتوطي لي يا حبيبتي في، انا مش عايزاها نقعد مع بعض احسن. شوف انت جبتها ازاي؟ اقعد بقى دردش معاها يا ست الكل، كنت قاعد امبارح في درس والشيخ كان بيتكلم عن الجنه وبيقول كذا ما شاء الله، وكان بيتكلم عن لقاء الله سبحانه وتعالى ودرجات الجنه ولقاء النبي عليه السلام، بتحب النبي يا امي؟ طبعا بتحبيه. واقعد دردش معاها عن نعم ربنا والاء الله سبحانه وتعالى والجنه والنار، وحببها في الدين ونقل لها الاحاسيس الجميله دي. ولو كنت بتعامل امك وابوك معامله حلوه قبل الالتزام خليها مضاعفه بعد الالتزام. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ اذكر قلت لكم في حلقه فاتت ان الشاب اليهودي اللي اسلم واحنا في امريكا، لما احد المشايخ بيساله بيقول له امك زعلانه ان انت اسلمت او ابوك؟ قال له بالعكس فرحانين جدا. فهو لما سال ام هذا الشاب انت زعلانه انه اسلم؟ قالت له ابدا، ده انا فرحانه جدا انه اسلم. قال لها ليه يعني؟ قالت له قبل ما يسلم كان بيضربني ويشتمني وما يسمعش كلامي وكان مبهدلني، وكنت بقعد ادعي ليل ونهار ان ربنا يهديه، ولما اسلم فوجئت لقيته داخل بيبوس راسي بيبوس ايديا ويسمع كلامه: اموريني يا ست الكل تحت امرك، اللي انت عايزاه انا طوعك. فقالت فسالته: انت يا ابني ايه اللي حصل لك؟ قال لها اسلمت. قالت له اسلمت؟ قال لها اه. قالت له بس خلاص حلو قوي، خليك على كده ما دام الدين ده بيامرك بالاخلاق الحلوه دي خليك كده. هي دي الدعوه العمليه يا جماعه، هي دي الدعوه العمليه، ان انت تنقل الاحاسيس الجميله لبيتك. ذا يعني سبحان الله، ده بيفكرني بشاب كده كان المساله واخدها زي ما بيقولوا كده الكل غربال ليه شد، يعني كان واخد الموضوع بقى عافيه وخبط ورقع والكلام ده كله. جه في يوم من الايام ربنا اكرمه والتزم فبقى اشد من الاول، وبقى الدنيا عنده مقفله تقفيله صعبه جدا،
وكان هو شغال في بلد ووالد والدته قاعدين في بلد تانيين. فالمهم كان بينزل لهم يوم خميس وجمعه اجازه، فكل يوم خميس يجي بقى يشيط البيت ده كله، داخل ايه المنكر اتفرجوا عليه دوت، حرام عليكم هتخشوا النار، ربنا هيولع فيكم، حاجات كده يعني. فحاضر يا حبيبي، في التلفزيون في يا بنتي ايه شويتين، الاسبوع اللي بعده انت ازاي مش لابسه حجاب، انت ربنا هيولع فيك، انت مش عارف ايه. حاضر يا حبيبي هلبس حجاب ان شاء الله. الاسبوع اللي بعده، فالام بقت في رعب بقى، بالنسبه لها يوم الخميس والجمعه دول يعني دول من اصعب ايام حياتها. ففي مره من المرات هو جاي من بره، بس جه متاخر شويه، فما كانش صلى صلاه المغرب، فجاي من بره بقى مستعجل وعايز يصلي بسرعه. فاول ما دخل الام اترعبت وابنها اترعب وقاعدين مرعوبين من هذا الشاب. دخل اوضته قفل على نفسه، ومن كتر ما هو يعني غايب عن البيت بقاله اسبوع فمش واخد باله ومستعجل، فايه مد ظهره للقبله وراح مصلي، خدش باله من اتجاه القبله. فامه بقى راحت قايله لاخوه، خش يا حبيبي شوفوا عمل ايه النهارده، جالنا بايه جديد النهارده، لاحسن كل خميس يجي لنا بحاجه جديده. فلالا دخل كده واتسحب وراح فاتح الباب وراح قافله تاني، قال لها ابشري يا حاجه الحمد لله غير القبله كده يعني، فاهم ازاي؟ فايه يعني ايه، احنا عايزين نكون يعني رفقا بالامهات والاباء يا جماعه، ان احنا لازم تكون المعامله معامله طيبه ويكون في احسان في المعامله. يعني الموضوع مش موضوع ان الاب رافض الام رافضه يبقى احنا خلاص بقينا اعداء، لا، بالراحه وباللين وبالاقناع والمعامله الطيبه، وتوصل لهم يعني انت التزمتي، كنت بتساعد امك في البيت ولا لا؟ لا والله قبل الالتزام ما كنتش بعمل كده. طب بعد الالتزام؟ لا، ده انت بقى تكوني خادمه عند الام، اخدميها واقعدي اغسلي لها وامسحي لها واطبخي لها ونظفي البيت واعملي وقت مريح، تحط رجليها فيها وادعكي لها رجليها وطبطبي عليها وحبي، يعني حسس الام بنعمه الالتزام، تقول الله ده الالتزام ده كله رحمه، يا رب كل اولاد الناس يلتزموا، يعني هتبقى ايه؟ هتحببيهم في الالتزام، نحن نكون صوره عمليه بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مثال ثاني جميل برضو من امثله علو الهمه. عبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الامه وترجمان القران، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. سيدنا عبد الله بن عباس يا جماعه يعني بذل جهد لا تتخيلوه في طلب العلم، ودي هنجيها بقى لما نيجي نتكلم عن علو الهمه في طلب العلم. عبد الله بن عباس كان صبيا صغيرا، غلاما صغيرا، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه واله وسلم، وكان دايما يروح له البيت ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يتاخر ابدا عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اصبح حبر الامه وترجمان القران رضي الله عنه وارضاه. عايزين نذكر برضه مثال جميل جدا جدا وقع في غزوه بدر. احنا لسه كنا من شويه بنتكلم عن سيدنا سعد ابن ابي وقاص. كان ليه اخ صغير اسمه عمير ابن ابي وقاص. خد بالك، ناس كتيره بتسال بتقول الله، هو سعد ابن ابي وقاص بنسمع ان هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ اه بنسمع كده. طب هو خال النبي بالفعل يعني اخو ام النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، خاله لانه كان من قبيله بني زهره، وبنو زهره كانوا اخوال بني النجار، فامه ام النبي عليه الصلاه والسلام من بني النجار، وسعد بن ابي وقاص من بني زهره، فبنو زهره اخوال بني النجار، فكان يطلق على سعد بن ابي وقاص انه خال النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو ما كانش اخا شقيقا لام النبي صلى الله عليه وسلم. ودي معلومه كده على المشي عشان تبقى واخد بالك من المساله دي. سعد بن ابي وقاص كان ليه اخ صغير اسمه عمير ابن ابي وقاص، كان عنده حوالي قد ايه؟ حوالي 12 سنه. 12 سنه، وانتوا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يجيز احدا يدخل الجهاد الا اذا كان عنده حوالي قد ايه؟ 15 سنة. فجي عمير بن ابي وقاص في يوم غزوة بدر داخل وعايز يجاهد في سبيل الله. 12 سنة يا جماعة، يعني النهارده في ستة ابتدائي. يعني ممكن تكون أقصى أحلامه وطموحاته، فاخد بالك، إنك تجيب له مثلا مجلدات بتاعت ميكي ماوس وتنتان وميكي جيب وسمير وفطوطة وبطوطة وبلاي ستيشن وأتاري وحاجات كده، خد بالك. لا، ده رايح عايز يجاهد في سبيل الله. شوف العز يا أخي، حاجة عجيبة جدا يعني. فداخل، فعارف النبي هيرده، خد بالك، هو عارف مسبقا ان النبي هيرده. فالنبي موقف في الصفوف عشان بيستعرض الصفوف كده يطمن على احوال المجاهدين، واذا كان واحد صغير بيرده، فبص لقى الثوب بتاع سعد بن ابي وقاص بيتحرك يمين وشمال. فالنبي عليه الصلاه والسلام استغرب، فعرف ان في حد واقف ورا سعد، فبص ورا سعد فلقى عمير بن ابي وقاص قد كده. فراح قال له ارجع. فعمير بن ابي وقاص ايه؟ قال له ايه؟ يعني قال له يا رسول الله لا تحرمني الشهاده، وراح معيط. ايه ده؟ 12 سنه بيقول له لا تحرمني الشهاده ومعيط، وبتستغرب ليه؟ طب ما تبص على اولادنا من اهل فلسطين 10 سنين واقف بحجر قدام دبابه، طب ما دي اكتر كمان، واخد بالك؟ يعني ما تستغربش الموقف ده، لان النهارده عندنا اطفال فلسطين
قصدي رجال فلسطين اللي واقفين حاجه يعني حاجه صعب يعني ولا في الخيال، طفل واقف بحجر والتاني واقف برشاش ولا واقف ورا الدبابه، ورغم ذلك هو اللي خايف من الطفل. فالمهم سعد بن ابي وقاص، عمر بن ابي وقاص قال له يا رسول الله لا تحرمني الشهاده، فسيدنا سعد قال لا تحرمني الشهاده يا رسول الله، فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سعد يعقد له حمائل السيف، ولما يشيل السيف بيجرجر منه، فكان يحط له كده ويجيبه له على جنب، فدخل فقاتل فقتل فكان شهيدا بفضل الله في غزوه بدر رضي الله عنه وارضاه. ان شاء الله نكمل بقى الباقه العطره من علو وهمه الصبيان في الحلقه بتاعت بكره ان شاء الله. القاكم على خير، وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين، ونكون دايما كل يوم في علو وهمه ان شاء الله حتى نصل الى الفردوس الاعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.